السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة مبادرة الباحثين السودانيين تحت شعار حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. نلتقيكم اليوم في برنامج الباحثين السودانيين، والآن مع محاضرة بعنوان العدالة الانتقالية مع الأستاذ أ.أبكر أبو البشر. شباب عايزين شير ولايكات كثيرة ومشاهدات وزنون جدا، فالناس تتفاعل مع الفيديو ده، ولو شفتوه مفيد نادوا أصحابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتواصل فعاليات مسرح الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة. كان حصل لنا مشكلة في الكهرباء وتوقف فيها البرنامج، لكن الحمد لله سجين راجعين. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب. يشرفنا طبعا يكون معانا للمرة الثالثة الأستاذ أ.أبكر أبو البشر. هو صاحب كتاب المصالحة المجتمعية في السودان، التصالح المجتمعي في السودان، دواعيه ومتطلباته. واليوم في الحلقة الثالثة من البرنامج هيتكلم عن العدالة الانتقالية، خصوصا ان احنا ماشيين على حكومة مدنية المفروض يحصل شنو والى اخره. فنرحب بالاستاذ أ.أبكر. شكرا جزيلا للاخوة في مؤسسة مبادرة الباحثين السودانيين. حقيقة هو زي ما قلنا انه اليوم هنتكلم في جزء من الكتاب خاص او فقرة خاصة بالعدالة الانتقالية. اول حاجة داير نقول انه الشباب انتوا لما قمتوا بالثورة ده في اعتقادي او انه الهدف الأساسي هو أنه عايزين سلام دائم في البلاد وعايزين استقرار سياسي، ده السبب الأساسي. إذن السؤال بيبقى الاستحقاقات بتاعته شنو؟ استحقاقة السلام الدائم ده أو الاستقرار السياسي، الاستحقاقات بتاعته شنو؟ واحدة من الاستحقاقات الأساسية هي مسألة العدالة الانتقالية، وده من الأساس استحقاقات الأساسية، ويمكن يكون من أهم الاستحقاقات. طيب نجي نعرف العدالة الانتقالية قاصدين بها شنو والمطلوب منها شنو. في الواقع العدالة الانتقالية هي مجموعة تدابير، منها القضائية وغير القضائية، أو مجموعة إجراءات يجب أن تتم في الفترة الانتقالية دي. القضائية طبعا هم محاسبة عن طريق القضاء، وغير قضائية يمكن يشمل التعويضات بالنسبة للمتضررين، ممكن يشمل إصلاحات بعض المؤسسات الدولة اللي ساهمت في الانتهاك حقوق الإنسان، كمؤسسة أو مؤسسة الأمن والاستخبارات. ده يجب أن يصدر لأنه مهمته عالميا هي جمع معلومات عن المخربين سواء كان وطنيين أو أجانب، لكن ما مهمته أنه يدخل في حرب مع هي مهمته أنه تجمع المعلومات وتحللها، وبعدين الجهات التنفيذية هي اللي تقوم بمحاسبة هؤلاء المخربين. إذن المفهوم بتاعة العدالة الانتقالية هي على حسب عالميا هي مفهوم جديد، بالتالي أصلا بدأت تتطور بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة لما مشوا الناس الحلفاء والناس المنتصرين في محاكمة بولون أو رؤوس النازية، فمن هناك هو بدأت الفهم أو ممارسة العدالة الانتقالية. من ضمنها برضو مشت تطور الأمر إلى أن تم إنشاء المركز الدولي
للعدالة الانتقالية في 2000. طيب السؤال برضو بيجي في انه 200 ناس ينشأوا العدالة الانتقالية في اي دولة من الدول. تلقائيا هو بيحصل انه في دولة مثل زي السودان هسه انتصر فيه الشعب الزائر على النظام القديم، مباشرة بعد الانتصار هو ده يبدأ مرحلة العدالة الانتقالية، وده العادة الشيء العام الشامل أو الشيء العام في العالم كله. لكن برضو في حالات استثنائية زي المملكة المغربية اللي هو فيه إنه الملك الموجود حاليا محمد السادس هو اللي بدأ بإنه يعمل يعني عدالة انتقالية ويحصل تصالح بينه وبين شعبه، لأنه حصلت يعني انتهاكات لحقوق الإنسان المغربي في فترة والده وكذا وبتاع، فشان كده هو بادر بإنه يمشي في فترة بتاع المصالحة. في فترة المصالحة حصل فيه مرحلة بتاع عدالة الانتقالية وكده. الشيء الآخر إنه في الواقع طبعا العدالة الانتقالية هي ده برضو بصورة أخرى بتقوم هي فترة بين نظامين مضادين، زي الوضع حصل في السودان نظام البشير نظام قمعي واستبدادي وكذا، ده الوضع اللي كان موجود. وتطلعاتنا نحن كشعب وكثوار تطلعاتنا لنظام ديمقراطي. الفترة ده بين نظام استبدادي وقمعي زي بتاع البشير لحد ما يقام نظام فيدرالي أو نظام ديمقراطي بشكلها الجيد، هو ده الفترة اللي بيكون فوقه الممكن يكون فيه الفترة الانتقالية وهو اللي يقام فيه العدالة الانتقالية. طيب المسألة زي ده أول فترة ده بيطول من بلد لآخر، أهم ما فيه إنه الناس يعني يلقوا فيه أول حاجة عشان ما يعني يحققوا العدالة الانتقالية، لأنه في ضحايا يجب هم بيسعوا إنه يروا إنه في حقائق في عدالة تمت. وفي الفترة دي يعني لازم هم يشوفوا يعرفوا إنه الحقيقة تمت، وبكون فيه تعديلات أو تعويضات للناس المتضررين، وكذلك بيروا في إنه الانتهاكات حقوق الإنسان ما تتكرر مرة تانية. عشان كده ضرورة العدالة الانتقالية هو قائم من هذه النقطة وكده. طيب من ضمن الأهم الأهداف للعدالة الانتقالية هو إنه الناس أو بمهد الطريق للمصالحة المجتمعية بين المجموعات المختلفة، وزي ما قلت لمجموعة قبل فترة إنه كمثال لما قامت حرب القريبة قبل سنتين تقريبا بين الكبابيش والحمر، الناس هنا ديل دارين إنه لازم يكون في مصالحة بيناتهم. عشان ما يتم مصالحة بين القبيلتين ديل يجب أن يكون في عدالة لمساءلة الناس اللي تسببوا في الحرائق واللي تسببوا في قتل زملائهم أو أهلهم من الطرفين وكذا. القصد حقيقة برضو في فيما يخص بالعدالة الانتقالية إنه يعني إذا ما تمت العدالة الانتقالية في بعد فترة مشهودة له بانتهاكات حقوق الإنسان، ده معناته إنه الشعوب والمجتمعات الموجودة ده هيواصلوا في الصراعات فيما بينهم،
عشان كده من الضروري انه يكون في عدالة انتقالية والناس يعرفوا انه المذنبين يعني اخذوا جزاءهم وكده. مرة تانية زي ما قلت قبلك انه العدالة الانتقالية بدأت او ظهرت بصورة على الاقل التطبيقية بعد الحرب العالمية الثانية. في طبعا بعد ذلك في دول كثيرة طبقت من ضمنها مثلا جنوب افريقيا يعني في بولندا بعد انهيار الكتلة الشرقية، التشيك، رواندا وهكذا، ودول كسيراليون، في دول كثيرة جدا طبقت العدالة الانتقالية خاصة في الفترة في قبل يعني في الفترة التسعينات ولا جاي. التطور حصل لأنه بعد ذلك حصل تطور في إنه المجتمع الدولي بدأت في إنه ينشئ معاهدة روما لسنة 1998 فيه تقنين لمسألة العدالة الانتقالية بقت حاجة دولية. وبموجب معاهدة روما تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 2000 سنة 2000 تمت محكمة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. في الوضع في الحالة دي علينا إنه نقول نأكد للأخوة للشباب إنه المجتمع الدولي وصل لقناعة فيما يخص بانتهاك حقوق الإنسان. ما في حاجة اسمه سيادة الدولة، يعني قصة البشير يقول أنا بمثل سيادة الدولة السودانية وبالتالي أفعل كما أشاء. في القانون الدولي، قانون الإنسان الدولي، الآن المسألة دي انتهت، ما في حدود بالنسبة لانتهاك حقوق الإنسان، ما في حدود. بالتالي أي بلد الحاكم فيه بيعفل بينتهك حقوق الإنسان بطريقة غير شرعية، المحكمة الجنائية الدولية أو المجتمع الدولي بتدخل في محاسبة هؤلاء. عشان كده الآن البشير ومعه عبد الرحيم محمد حسين، معه علي كوشيب، ومعهم أحمد هارون، دي المطلوبين الآن في المحكمة الجنائية الدولية. وبالمناسبة ما في إنسان يقدر يوقف محاكمة هؤلاء في محكمة الجنائية الدولية لسبب واحد أساسي، إنه البشير هو والمحكمة الجنائية الدولية لما طالبهم ما طالبهم بإنه أنا كسوداني ولا كدارفوري ولا كردفاني اشتكيت. الاشتكى أصلا مجلس الأمن الدولي هو اللي مشتكي للإنابة عن شعب السودان. وبالتالي ما في طريقة إنه نحن كشعب السوداني نجي نقول الله يا أخي خلاص عافينا وكذا، طالما نازل لنا من سلطتنا عافينا، ما في طريقة، لازم يمشي. الحاجة الوحيدة اللي ممكن يخلوه ما يمشي إلا الموت فقط، غير ده ما في طريقة. الزول ده لازم يمشي لأنه ما في حدود. الآن أنت بترتكب جرائم في حق الإنسانية، المجتمع الدولي بيتدخل إنه يوقف هذا الطرح. دايما قلنا إنه طبعا أي الشعوب لما يطلعوا من الانتهاكات حقوق الإنسان من الصراعات الدموية، كل أي شعب بيحب إنه يصل يمشي في مرحلة بتاعت العدالة الانتقالية عشان يعمل، يعني لازم يحصل دمج للجراح الجروح الواضحة. مثلا بتاعت انتهاكات حقوق الإنسان، الاغتصابات، القتل العشوائي، أو ده لازم قلت إنه الجروح ده لازم يحصل له إبراء لجهاز الجروح. وده بقى في مسألة بتاعت القوانين، ما بالانتقام، ما في طريقة للانتقام. برضو واحد من الأهداف إنه هو العدالة الانتقالية وقاية لإنه مستقبلا ما تحصل حاجات جديدة.
وبعدين برضو هدف السامي من العدالة الانتقالية انه بيهيئ المناخ للنظام الديمقراطي وللإصلاح العام. أيضا من ضمن الفوائد انه بيعمل على إصلاح المؤسسات الدولة بصفة عامة وبيهيئ الطريق للديمقراطية وكذا. طيب نحن بنجي للسؤال الرئيسي برضو انه فيما يخص بالعدالة الانتقالية الهدف منه شنو؟ يعني بنجي نقول انه يعني ما الهدف من العدالة الانتقالية؟ هل من الضروري مثلا انه معاقبة الافراد الذين اجرموا في حق المواطنين؟ بعدين إذا قلنا أوكي يس بالضرورة إنه معاقبة الأفراد، طيب السؤال اللي بعده برضو بيجي يا تنوع من العقوبات. يعني أنت قلت يس داز نعاقبهم، لكن يا تنوع من العقوبات، هل هو يعني عقوبة جنائية ولا عقوبة سياسية؟ ده الأسئلة الناس يفتقوا، يعني كأننا كالسودانيين وبالذات الشباب السائر يكون في ذهنها تسأل أنفسها هذه الأسئلة، هل دايرين إنه مثلا البشير وقيادة بتاعت المؤتمر الوطني ده يحاكموا محاكمات سياسية ولا محاكمات جنائية؟ والغرض منه المحاكمة ده المقصود إنه تحقق شنو؟ يعني بالتالي لما نجي مثلا لجنوب افريقيا كأمثلة، الشيء اللي حصل في جنوب افريقيا انه هو محاكمة سياسية، محاكمات سياسية بمعنى انه الناس جابوا الشرطة وفيها برضو محاكمات سياسية ومحاكمات او يعني شنو يعني تصالحية. مثلا الشرطة اللي بيفتكروا انه اجرموا في حق المواطنين السود جابوهم امام الضحايا ويعترفوا بذنبهم انه والله انا فعلا ارتكبت جريمه كذا كذا في حق فلان وفلان، ولكن لتوجه سياسي توجهات سياسيه هو اللي خلاني ان اعمل هناك، وبالتالي لكن اخواننا اعفوني من هذا الشيء. هنا بقى يعني مصالحه، فيبقى هنا عقوبات تصالحية. ما هنا في رواندا مثلا حصل غير ده، لقوا انه ما في طريقة الا ان يحاكموا يقدموا الناس اللي قدموا الاول ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، لابد انه يقدموا للمحاكمات. وبالتالي عشان كده المجتمع الدولي خلقت ما يسمى محكمة الجنائية الدولية للرواندا، مقرها في أروشا في تنزانيا، جابوا فوق كل الناس افتكر بالآلاف اللي ارتكبوا الجرائم الرواندية اللي ارتكبوا الجرائم وموجودين هناك حسب بيحاكموا فيهم واحد واحد. وبالتالي هي ده عقوبات يعني جنائية وكذا، وديل حيحاكموا بالسجون وكذا. بالرغم من ده برضو طبعا الرواندين برضو عندهم نوع من المحاكمات التقليدية، المحاكمات التقليدية اللي هم عندهم هو انه مثلا انا من نفس القرية واجرمت في حق جاري وكذا، بيجوا ناس القرية كبار يعني زعماء القرية وبيحكموا بعد ما يقولوا الحيثيات بيحكموا، وممكن يحكموا عليه يقول لك يا أخي والله خلاص أنت إحنا حكمنا عليك إنك تساعد جارك ده في الزراعة بتاعته لمدة 3 سنوات، تساعده في الزراعة بتاعته تحشمه وكده لمدة 3 سنوات، بعدين تسكن معه في بيته أكل معه في هنا عشان يحصل الغبن ده شوي شوي يتزال، وفي نفس الوقت أنت
شغال فري يعني ما في هناك. فبالتالي هسه تمت هذا النوع من المصالحات والطريقة التقليدية الموجودة، لأنه كل الناس يعني كل الشعوب في العالم عندهم طرق تقليدية لحل مشاكلهم المحلية وكذا. طيب هنا لما نتكلم عن المساءلة القانونية والجنائية، في حاجة واحد أساسية الناس لازم يعرفوها، اللي هو إنك أنت ما بتخلق قوانين عقابية بعد ما حصلت الجريمة، يجب أن يكون القوانين دي موجودة سابقا أصلا. فوضع الريبة السودان الآن، وكلنا في كلكم الشباب الموجودين حس عندكم غبن شديد في النظام، في منكم بيفتكر إنه الناس ده بس يجيبهم نقطة ورقبينهم وكذا، لكن ده ما بيجي. الحين في السود يعني حس في أوضاع، واحد القانون الإنسان الدولي موجود وده من بدري موجود، هم كانوا عارفينه يعني البشير والناس دول عارفين انه في حاجة كده، وعارفين انه يعني هم ممكن يحاكموا، لكن بعد ده كله تغض النظر عن طرف الناس. فلما المحكمة الجنائية قبل ده داير اقول لكم حاجة اساسية، انه لما قامت الحرب في الأهلية في دارفور خاصة بين سنتي 2003 لحد 2005 بقت حاجة يعني فظيعة جدا والعالم كله يعرفه. مجلس الأمن الدولي أرسل وفد قضائي عشان يعمل تحقيقات في الحصل في دارفور، وطلعوا جو زيارة ميدانية وطلعوا بأنه والله في فعلا مشاكل وفي يعني انتحاق حقوق الإنسان بشكل مكثف. رجعوا لما قدموا الريبورت بتاعتهم مجلس الأمن الدولي حول الأمر، وكل شنكر قبل قلت إنه هم اللي بيشتكوا، اشتكوا للمحكمة الجنائية الدولية وحول الأمر له على أساس إن المحكمة الجنائية الدولية تجي تعمل تحقيقات وبشكل علمي والشكل اللي إذا لقوا أي زول فعلا مجرم في انتهاك حقوق الإنسان يمشي المحكمة هناك ويحاكمه. في الوقت ذاك لما جاءت يعني أمور مشت وبقى واضح جدا إنه البشير بالذات هيكون مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية لسبب واحد أساسي على الأقل، إنه هو القائد الأعلى للجيش السوداني وللأمن والشرطة وكذا، هو القائد الأعلى حقيقة في كل الهناية، وأي شيء يتعمل بهذا لابد إنه يكون به على الأقل لو هو ما بتوجهاته هو راضي عنه، لأنه هو القائد العالم عنده السلطة إنه يوقف ما وقفه. فالمسألة لما بقت في هذا الاتجاه مشهور للناس الاتحاد الأفريقي في إنه يعملوا شيء يمنع المسألة بتاعت محاكمة البشير أو طلب البشير في المحكمة الجنائية ووقفوها يعني. عشان كده كونوا لجنة حكماء إفريقيا وبمستوى عالي جدا، يعني فيهم على الأقل ثلاثة رؤساء سابقين، فيهم أ.أبكر عبد السلام رئيس نيجيريا كان سابق، وفي بيري بيوما بيويا ده بتاعت بوروندي، وفي تايب لي درامة ده وزير من مالي، في مثلا قاضية فلورنس أنديلي ده من زامبيا وكده، وعدد كبير في أحمد ماهر وزير خارجية مصر السابق، وفي عدد كبير من يعني خبراء وأساتذة جامعات في مجال القانون وكده. هؤلاء جو اللجنة ده جات وعملت مسح كامل في دارفور في مناطق المنازحين واللاجئين، وهنا مشكلة وبس، حتى زارت الدول المجاورة ليبيا وتشاد وكذا. في النهاية طلعوا بقرار، قرار موجود الآن في لحد حصل موجودة في النت، أي زول عمل سيرش ممكن يلقاه
في 2008 قالوا انه الفظاعات اللي اتعملت في دارفور اعداد كبيره جدا جدا، والناس اللي ارتكبوا الجرائم دي اعداد كبيره. اما على انه المحكمه الجنائيه الدوليه تواصل في محاكمه، كان وقتها معروف انه مطلوب 51 انه المحكمه الجنائيه تواصل في محاكمه داول. لكن اضافه لده هم رشحوا او خلقوا ثاني اربع مستويات بتاعت محاكم. اول حاجه قالوا يكون في محكمه جنائيه من خليط مختلط من قضاء سودانيين واجانب، لكن ما قرروا في السودان دل يحاكموا، يستخدموا نفس المواد بتاعت المحكمه الجنائيه الدوليه يحاكموا بهم الناس اللي يمكن اللي المحكمه الجنائيه ما طلبتهم او ما خطتهم في الليسته. ده واحد. المستوى الثاني انه برضه محكمه سودانيه بحته في السودان، لكن برضه يستخدموا نفس المواد بتاع المحكمه الجنائيه، لانه في مواد حسب الدستور السوداني ما عندها مواد عشان ما تحاكم به جرائم زي جرائم الاغتصاب، وتاني في كم يعني جريمه كده برضه ذكرها ما موجوده فيه. مشكله وبس طالبوا انه الدستور السوداني يعدل بحيث انه يدخل فيه المواد. طالبوا برضه انه المسؤولين الكبار ياخذوا منهم الحصانه عشان يودوهم للمحاكم. النقطه او المستوى الثالث هو انه لازم يستخدموا المحاكم الاهليه الموجوده في السودان اللي هو زي الجوديه مثلا. دي المحاكم موجوده ممكن يحلوا مشاكل على المستوى المحلي. المحكمتين الاولين دي لانه على مستوى السودان ككل، لانه بعد ذاك الامور تطورت اكثر مش من دارفور وبس. المستوى الرابع قالوا يا اخي الناس حقه يستعينوا برضه بتجربة جنوب افريقيا اللي هو الحقيقه والمصالحه كده. انا الشاهد في الامر انه اللجنة دي لقت انه في حقيقة انتهاكات حقوق الانسان بأعداد كبيرة بكثافة، فما في طريقة غير انه لازم يحصل مساءلات قانونية بمستويات المختلفة. كل الناس الذين ارتكبوا جرائم وساعدوا في النايدة يحاكموا كذا. طيب نجي لنقطة ثانية اللي هو السؤال بتاع الفترة الانتقالية نفسها هتكون قدر شنو يعني. زي ما قلت قبل انه حقيقة الفترة الانتقالية بيبدأ بعد سقوط النظام مباشرة. يعني احنا الآن في فترة انتقالية، وإن كان الأمور ما استتبت كلها لكن احنا الآن في فترة انتقالية، وتستمر الفترة ده إلى أن يتم تأسيس مؤسسات الدولة كلها. تستمر الفترة دي هنا بالهنا. أنا بفتكر أنه أو في رؤيتي أنه الفترة الانتقالية دي تستمر إلى أن يتم وضع الدستور الدائم في السودان. لما يتم وضع الدستور الدائم في السودان خلاص يعني داك بكون انتهى. الحقيقة لأنه يعني في السودان في تقديري في انهيار كامل في كل المستويات، سواء كان مستوى سياسي مجتمع مستوى السياسي ولا الاجتماعي ولا حتى المستوى الاقتصادي، في انهيار كامل. فيبقى إصلاح هذا الانهيار بياخد وقت على أساس إنه يتم الإصلاح وكذا. فده واحد. الحاجة الثانية لو شفنا تاريخ السودان لما قامت أكتوبر الفترة الانتقالية كانت سنة وبعد طوال انتخابات وكذا بدون ما يكون في تجهيز كامل. عشان كده أنا فيما يخص بالكتاب بداية الأخير ولأنه الانتهاكات كثيرة ولحد
الدمار كبير شامل. فكنت خاطئ في رأيي في أنه على الأقل الفترة الانتقالية تكون ما بين 5 إلى 10 سنوات. وفي ده أنا برأيي يعني في أنا وده ما لا يعني أنه الناس يأخذوا به، لكن الظروفية اللي هم ممكن تمل الناس كيف يكون هذه الفترة. الآن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وافقوا على أساس أنه تكون 3 سنوات. الثلاث سنوات الفترة الانتقالية أنا بالنسبة لي المهمة فيه في أنه لازم يكون في هدف أساسي يحققه. طيب الهدف الأساسي أنا بالنسبة لي هو إقامة الدستور الدائم في البلاد. إذا كان الفترة بتاع 3 سنوات ده بكفينا لإقامة الدستور الدائم أهلا وسهلا، ما بكفي الناس حقه يكون برضو فلكسبل ويقولوا لل يكون معروف بريم انه يعمل بقدر المستطاع انه في 3 سنوات ده يحققوا او يعملوا الدستور الدائم. ما تمت هو يمد الفترة الى ان يتم الدستور الدائم، يمدوها ثاني سنة ولا سنتين، ما بكون اكتر من كده، على اساس انه يعملوا الدستور الدائم. لانه نحن لا يمكن انه نعيش ثاني دولة في افريقيا استقلت واليوم الليلة ما عندنا دستور دائم، ما عندنا دستور مقبول لدينا كلنا كويس. فبالتالي المهمة بتاعة الفترة الانتقالية الناس حقوا ينظروا لها من زاوية بتاع انه عايزين نعمل شنو في هذه الفترة. ده النقطة المهمة. وفي نظري أنا حاجتين أساسيين، الأولى إنه القبض على رؤوس المؤتمر الوطني وإعدام في السجون على ما يجي يكون المحاكم وكذا، يبدو في محاكماتهم ده أساسي. النقطة الثانية هو على المدنيين كمان إنه يسعوا سعي حسيس إنه يعملوا الدستور الدائم للبلد. طيب الأوتكم بتاعت الـ يعني لو واحد سأل نفسه سؤال ما هي النتائج المرجوة من الفترة الانتقالية، بمعنى آخر الأوتكم بتاعته شنو هيكون شنو؟ بالمختصر المفيد بيفتكر إنه أول حاجة الفترة الانتقالية ده بيفتح الطريق لتحقيق المصالحة المجتمعية، بيؤدي إلى تقوية الديمقراطية، هو طبعا برضو واجب أخلاقي في مواجهة الماضي. من المستحيل طبعا تجاهل الماضي، لأنه من المستحيل تجاهله نجهل الماضي إلا إذا أقمنا العدالة الانتقالية. الحاجة الثانية برضو إنه عشان نمنع ده ما يحصل في المستقبل. أخيرا واحدة من الأوتكمز أو واحدة من فوائد الفترة الانتقالية إنه بيعمل على إصلاح مؤسسات الدولة التي ساهمت، المؤسسات اللي ساهمت في انتهاك حقوق الإنسان زي الأمن هنا عندنا، زي حتى السلطة القضائية، القضاء ذاته مش لأنه القوانين ما هنا، لكن لأنه القضاء تعبين للنظام، تعبين عشان كده ما في النزاهة. فهذا برضو بيحتاج لإصلاح حقيقي وكده. أخيرا أنا بفتكر إنه في السودان جاء الوقت إنه برضو الناس يسعوا بشكل جاد لإقامة متحف قومي كبير للانتهاكات حقوق الإنسان اللي حصلت بالأعداد الكبيرة ده. وما بعرف أنا في تقديري أنا لو خيرت بقول إنه والله سجن كوبر ده كلها يتحول إلى متحف قومي، كل المشاكل حصلت في السودان ده يكون معروضة هناك، وبعد ذلك على أساس إنه الناس والأجيال القادمة ده كلهم يجوا كل وقت الثاني يجوا مروا في يشوفوا المتحف ده والمآسي اللي حصلت والانتهاكات اللي حصلت، عشان يستقلم في ذهنهم إنه شيل فات ده حاجة كعب جداً
ما عايزينه يحصل في المستقبل تاني وكذا يعني. ده في تقدير أنا، وأتمنى إنه أكون قد أوضحت بعض الشيء، بالتأكيد ما كل شيء، لكن أتمنى إنه يكون شوية أشياء اتوضحت للناس ونقدر نتعاون في مع بعضنا في إنه نوضح أكثر مع الأسئلة والأجوبة كده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ أبكر أبو البشر على المحاضرة القيمة حول العدالة الانتقالية، الحاجة اللي احنا محتاجينها في الدولة المدنية بتاعتنا، وإنه كيف نعبر المستقبل. لو في أي سؤال من النص تفضل. طيب بسم الله، مساء الخير عليك. بسأل احنا كسوار المطلوب منه شنو العدالة الانتقالية. السؤال الثاني برضو المطلوب من الحكومة المدنية جاي شنو نحقق عدالة انتقالية. شكرا. عفوا، كنت مطلوب مننا شنو عشان كسوار؟ كسوار ايوه. آه. نحقق العدالة الانتقالية. ايوه، المطلوب انه انت حسا استوعبت فعلا فوائد العدالة الانتقالية شنو. يبقى بعد المطلوب مننا كزوار وقاعدين نضغط الحكومة المدنية الجاية دي وحكومة المجلس العسكري، نضغطهم بأنه لازم يطبقوا العدالة الانتقالية. وهما هسا يعني أنا ما بعرف، لكن داير أقول أنه الآن هسا ده أنا لو كنت في محل برهان هودي. طبعا في 4 مطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، الباقي ده ما متعامل، لكن في 4 مطلوبين، في البشير عبد الرحيم أحمد حسين وأحمد هارون وكوشيب، على طول أركبهم طيارة بكرة وأوديهم المحكمة الجنائية. أنت ما عندك ذنب كرئيس المجلس العسكري، ما عندك ذنب. أنت طب على العكس، أنت طبقت بعض من بنود بتاع القانون الإنساني الدولي، دول ده مطلوب وديه. ما انت ما بتقدر، ولا انت حسا تقدر تحاكمه هو ذاته. لما هنا ممكن يقول لك يا اخي ما بتحاكمني انت، انت بيئته صفه، انت ما طالب. انا مطلوب هناك، مفروض يمشي. طبعا ما هيمشي يعني لو كان انا. فدي الحاجه اللي انا بقوله، انه لكن مهمتنا انه لازم نضغط بالسلميه بتاعتنا ده، نضغط الى اننا. سؤال ثاني، شباب لو في سؤال. السؤال الثاني ما الثاني المطلوب الحكومه المدنيه. جاوب على السؤال. الحكومه المدنيه انها تسلم المطلوبين. تعال عليك عشان السلام عليكم. وعليكم السلام. مثلا في ناحيه تعويضات للحكومه الانتقاليه، مثلا في ناس كده يتضرروا، المتضررين دول إلا نازل بيكون نازلين في ولايات أماكن أخرى، إلا أماكن الذين قرى هرقوم ديل جو في محلات في مستوطنين نجرد، إلا نازل تعويضات يتم كيف. طبعا يعني أول حاجة المستوطنين جرد يسكنوا في ناس النازحين واللاجئين، ده طبعا في قوانين طبعا دولية برضو انت بتستعين بيه على اساس انه تشيلهم ديل من مكان الاصلي بتاع النازح. وحتى الحاجة نفس القوانين ما بيجبر الزول النازح انه لازم يرجع في نفس المكان، لكن بفضل هنا بيشجعهم انه ارجعوا لاماكن قديمة. طبعا شكرا، في الشرط واحد من الشروط انه يكون الطريقه قويه ما بالاجبار، يعني ما مثلا الليله في قول معسكر كلمه في نياله مثلا، انت كسلطه كمدنيه ولا كعسكريه ما بتجبرهم بالقوه انك ترجعهم لقراهم الجو، لكن تسهل لهم الطريق وبعدك هم احرار، الدار يرجع وما داير. اما فيما يخص بالمستوطنين الجدد يا تو طريقه هم جوفيو ده حاجه اللي هم انت برضو في تخش مع القانون الانساني الدولي
استخدام وتفسير كيفية التعامل مع هؤلاء برضو ما مش بالقوة أنا يعني مش بالقوة بسمى شنو السلطة وكذا. فيما يخص بالتعويرات حقيقة طبعا الناس اللي طالوا من يعني المآسي دي في ناس مثلا فقدوا كل شيء كويس. لما يجي السلطة الحقيقة المدنية بعد النايت من ضمن النقاط ده ممكن لو اتكلمنا في وقت آخر عن العدالة الاجتماعية في مسألة بتاع التعويضات. التعويضات لا يعني انه انت تعود اي شخص الفقد كل شيء نفس الشيء. في مثال يعني قول انا عندي 20 راس من البقر اتشالت السرب في الفترة بتاعت الحروبات ده وفي ناس شهود بيقولوا يا اخي البقر بتاعك ده شالهم فلان وفلان هم موجودين في الحتة الفلانية كويس. اذا ثبت انه فعلا ده هو بقرك حتى ما ولدت وكثرت الدولة عليك انه تشيلهم كلهم ترجعهم لك. لكن الـ20 بقرة ده ما معروفة نهابة منه وتاء هناك. لكن في ناس شهدوا في انه اصلا انت عندك 20 بقرة. هنا بيحصل تعويض ممكن يدوك بقرتين ممكن يدوك 10 بقرات لكن ما بدوك 20 بقرة نفسها. فهنا المهم بيدوك شيء بيعوض عن الفقدته كاملا في حالة انه يكون موجودة في حتة من الحتات مسروقة في حتة من الحتات ده وفي شهود أثبتوا انه فعلا ده حقك ده بترجع لك وكذا وهذا الشيء. الحاجة الثانية التعويضات الموجودة فيه انه على الدولة تقيمها مثلا حرق المدارس الشفخانات والمساجد وكذا اللي تمت حرقها ودمرت ده على الدولة انها تقيمها من جديد اللي هو ده تعويض جماعي للناس. السؤال هو انه لما يحصل مثلا فقد للبقر والضان والمواشي بتاعتك كلها بيفتكر انه لازم يحصل تعويض لهم كلهم. قبل انا قلت انه في الوضع الحالي دي انت ما بتعمل قانون جديد بعد ما المشكلة حصلت تستخدم القوانين الموجودة. من ضمن القوانين الموجودة بتاعت المجتمع القانون الدولي الإنساني هو بيقول إنك يحصل لك تعويض وفي حالتين. في حالة إنه نفس العين نفسها موجودة مسروقة وموجودة في منطقة معينة وفي شهود أثبتوا إنه فعلا ده حقك ده بترجع لك هو كاملا. لكن ما معروف البحايم ده الغنم ولا الضان ولا هنا مشت وين ولا إبل ولا سرقوه وداه وين ما معروف. في الحالة ده الدولة بتعوضك جزئيا حاجة جزئية يعني على الأقل يعني زي ما بقولوا مال تلت ولك تلت بدوك حاجة جزئية لأنك أنت هنا القانون الإنساني الدولي هو بيحدد لك ده أنت ما بتحدده بس لأنه والله أنا سرقوا لي لازم يرجعوا لي هناك. صح الدولة مسؤولة وكذا وفي الحصل ده دولة مسؤولة
لكن كمان القانون الدولي بيقول انه يحصل تعويض في حالة انه العينة نفسها ما موجودة. اي سؤال ده شباب؟ كل السؤال خليه يسأل هو لأنه ما قاعد يتكلم في المايك. يعني كل السؤال هو بيسأله للتاني. كل السؤال مثلا التعويض مثلا يكون بشروط بشكل هلا ما يبشر ولا في يوم ده ما موجودين بالهلا دي مثلا ما عارف الزول طبعا بشكل هلا الزول طبعا له كم راس كده وشحنين عليه بشروط عارف طبعا شغل هلا عارف كل الهلا كل المنطقة وعارف فيه شيف فيه نايب الشيف وفيه عمدة وبشير الدرايب كله صح؟ لازم الدرايب حياته كله بسجل كله سجلنا كله شغل هلا والعمدة كله مسجلنا. هاي السؤال هو طبعا انه في الشيخ شيخ العلة في عمدة في نائدين للناس المسؤولين ومسجلين لانه بياخذوا ضرائب مسجلين المال بتاعك اصلا موجود. بس النقطه البارد نقول فيه في انه المال اللي اتسرق ده موجوده وين؟ ده السؤال. ما هو ما مساله انه في شهود بيقولوا انه انا يعني انت ما عندك بهايم، لا الناس بيقولوا صح شهود ده كان الشيخ ولا نايب بيعترف انه انت اصلا عندك قول 10 راس بتاع ضان بيعرف لانه بيشيل منك ضرائب وكده عارف ده. لكن السؤال ان انت ذاتك هسه ما بتعرف الضان بتاعك مش سرق منه ومشت وين موجوده وين؟ طبعا دي مزور الدوله مؤجر الناس وطبعا الجيش معاهم والقوات اللي بتاعت النظام الفاسد ده كله ده كله لا دي ما فات لما ده تحصل بيجي كله ما بسجل بالورقه كله حتى الارواح سبت الحته اللي مع السرده ومع الهيوم ده تحصل كله. نعم انا بقول لك انه ما انا احنا ما بتعرفوا بيعطوا سنه بيعطوا شهر كله مسجل. ده كله موجود. أيوة. بس السؤال في انه لازم كمان لازم دارين ناكد حاجه واحده مره ثانيه انه ما بنعمل قانون جديد بعد ما حصل السرقه. بعد ما حصل السرقه ما بنعمل قانون جديد ونقول لا الحكومه بس هي اللي تعودنا لانه هي المسؤوله كده. في قانون موجود سابقا. القانون الموجود السابق ده نتعامل به. ده الحاجه اللي انا والقانون الموجود سابق ده بيقول انه اذا ال 10 راس بتاع الضان بتاعك ده موجودة في الحلة الفلانية كويس موجودة وفي شهود كان الشيخ ولا أي زول آخر ما المهم إن الشهود يعني قالوا والله فعلا الضان ده ضان فلان برجعوا لك الضان ده زي ما هو حتى كان ولد بيجي نيون ده برجعوا لك بيجوا 15 ولا بيجوا 20 برجعوا لك كمان زيار في الهنا لكن ما معروف انت ما عارفه مشت وين الضان ده مشت وين هل اكلوا باعوا في اي منطقه اخرى؟ طبعا الحكومه ما هو الرباط لابس تاعك الرسمي ما الحكومه ما عارفه عارفه مرسل الناس جات من وين مرسل الحكومه جات خش بالدوله بيزول بغش مسلى بسلاح من غير دوله سياده زول اللي بقرر الرئيس لا ما كويس ما هو هسه ال 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 بس لما نمسك في مساله التعويض ده ها لما نمسك في مساله التعويض ده ما قبل انا قلت انه المحكمه الجنائيه مثلا بحاكم الرئيس لانه هو المسؤول عن الكل هو القائد العالي لكل القوات النظاميه كان شرطه كان جيش كان امن وكده هو المسؤول لانه ما استخدم السلطه بتاعته عشان يوقف. طيب الحصل انه حتى الجنجويد بول مثلا في وضع بتاعنا هنا الجو وعملوا نهب مسلح ولا كذا الجنجويد ده ما هم رسميين للناس مفلتين كويس يشالوا وكذا الشرطه ما لو كان الشرطه والجيش بتعبوا الحراميه ده ما حصل لكن ما بتعبهم انت لما تمشي تشتكي يقول لك اي كويس
ما بطلب بياخذوا الاثر عشان يعرفوا مشت وين. ده الواقع الحاصل. عشان كده انت ما بالضروره انه ال 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 الشرطي ده ولا العسكري يعرف انه المال بتاع ده مشت منطقه الفلانيه. يمكن يكون مشت اكروس الاداي البورد ذاته، يكون مشت باعوه في تشاد ولا باعوه في ليبيا ولا في افريقيا الوسطى ولا كده، في او هنا بجانب ده يكون باعوه في اريتريا ولا في عفش او كده. نحن متاكدين جيراننا في حجه جابوا البقر وجابوا لحد هنا عمرمان وخدتوه في الزريبه ريال كده اذا باش البقر. لا نمتان ما كلام بس بالهداوه نرجع نقول انه حتى الجابو هنا ده، هل وقت ده في الوقت ده قامت مساله العداله الانتقاليه؟ وقت ده هل عملنا انه اسقطنا البشير وجينا في الحريه في زمن الحريه زي هسه نتكلم فيه انه نطالب بحقوقنا؟ تم لا هنا نتكلم الان هسه القديم ده حكومه الفط ده حكومه جديده. فأنا هنتكلم الآن هسي الآن حصل الحصل ده، عايزين إنه لازم يحصل محاكمات أنا عارف ويحصل فاهم. تعويضات فاهم كلامك كله آه. فاهم كلامك كله، لكن لما نجي نرجع للتعويضات التعويضات إلا التعويضات ما سرد البقرة التعويضات برضو من طيب يدك التعويضات والمحاكمة برضو ما كله طيب الملف قديمة الأستاذ يقول لك إنه ما بتقدر تحاكم بقانون جديد، حاكم بالقانون القديم. القانون القديم بيقول إنه لو أنت حاجاتك دي معروفة وين، 19 بقرة دي جابوها في حوش درمان هنا ده، ترجع لك زي ما هي، حتى لو ولدت ولا كده بترجع لك. لكن لو ما معروفة وين، الدولة بتعوضك تعويض ما معروف يكون مناسب ولا ما مناسب، لكن بيكون في تعويض. لكن الدولة الأسي دي بتاعت الليلة ما هي الدولة الفاتت، الدولة الظلمت وفسدت وبتاع دي الفاتت، الدولة الجديدة الحكومة المدنية الجديدة. تمام 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 ديك العاصمة. طيب في سؤال هنا تفضل. شكرا لإتاحة الفرصة. وسؤال للأستاذ، يعني مثلا في غرة اتبادت بالكامل، يلا الغرة دي التعويض حقها حيكون بالنسبة لأنه ولا حيكون يعني مثلا التعويض عنها محفية ولا كيف؟ أما بالنسبة للسؤال الثاني، يعني هل التعويض كله مادي؟ شكرا جزيلا. حقيقة أول حاجة في السؤال الأخير، ما التعويض كله مادي، حقيقة في تعويضات معنوية برضو. الجزء من التعويضات المعنوية هي الإقامة العدالة فيما يخص زي جبال المثل اللي قلته في إنه يعني الإنسان في حالة رواندا بيسكن معك في البيت وبأكل معك كده، دي بيحصل نوع من يعني ونس بعد العشاء مثلا، يهو تونسوا ولا في الصباح ولا انتوا قاعدين في زرب تتونس، ده نوع من التعويضات ايضا، يعني اللي هو بيهدئ من الغبن الموجود ده بينزاح شوي شوي. السؤال الاول فيما يخص بالقرى اللي اتحرقت كاملا، التعويض فيه كيف؟ هنا كمثال، نحن لما كنا في أبوجا المجتمع الدولي كان التزم في أنه يعمل إعادة بناء القرى المحروقة وكذا. فبالتالي القرى المحروقة دي بيحصل له بناء. الحاجة الجماعية الثانية هي المدارس مثلا اتحرقت، المستشفيات، شبخانات كده، الآبار اللي اتدمرت دي مهاجة بتاعت المجتمع ككل، بيحصل له إعادة إعمار. فهنا انت بيكون في تعويض جماعي، ما في تعويض فردي. ده الحاجة اللي نقولها في الان. I hope انه ده قصدك في السؤال ده مش كده؟ التعويض بتاع الغرة ده انا قصدت مثلا ان الغرب تتباد بالكامل بس سكان الفيها،
التعويض انا قصدي لما نرجع برجع لساكنين الغريه، ما قصدي من ناحيه مباني وحاجه بشكل لا اولياء الدم. اولياء الدم ايوه لا اولياء الدم راحوا لا ما هو بيرجع في حاجه واحد حكمه الهيه طبعا ما بكون كل الناس اتحرقوا كاملا، ما كل الناس بكونوا ماتوا كاملا، بالتالي التعويض هنا بيحصل انه بناء القريه من جديد كويس بعد الناس الموجودين وهم عايزين يرجعوا القريه بتاعتهم ده برجعوا القريه بحيث انه يلقوا القريه يعني مبنيه بشكل اساس. وبالمناسبه ده يعني هسه لاحظته مثلا في رواندا طبعا برضو زي اي دوله افريقيه وكذا يعني خاصه جنوب الصحراء القرى عاده من مبنيه من القش وكذا، وده حصل كان في رواندا. الان طلعوا قرار قانون في انه يمنع بناء البيوت كم في القريه ولا كان احنا لوحدك من القش منع خالص، فهذا كل البيوت بيبنى بمباني ثابته فيه طبعا نوع من التسهيلات من الدوله عشان ما تبني، لانه ما اي زول عنده القدره انه يمشي يعني، لكن لانه المواد بتاعت بناء البيوت الثابته موجوده فالحكومه ذاتها بتساعد بنوع ما وبتجهيزك انت وبال عندهم النفير المحلي ده بيعملوها وبنوا قرام هذا بشكل يعني انا بقول له صحي كمان يعني مش انا بس، وبناء ثابت ما ممكن يتحرك لانه حصل طبعا حرقوا الناس في كنائس في مساجد في تجمعات في مدارس وكذا، بالرغم انه في منهم كثيرين انه كانوا موجود يعني الكنائس والمدارس يعني مبنية بمواد ثابتة، لكن برضو حرقوا فوق الناس وقتلهم بشكل فظيع. السلام عليكم. أنا مثلا ما يسمى بجنجويت، من هم الجنجويت ومن أين أتوهم زاد يعني أسلم الناس؟ كان أصولهم سودانيين ولا بس إنه هو جو من دول المجاورة ولا؟ وبالنسبة للناس النازحين إلى مناطقهم والسكان الجدد ما يسمى بالجنجويد، كيف يتم سلامهم الآن موجودين في مناطق القديمة من النازحين؟ هل يكون طردهم من برا الدولة؟ هم يتم السلام كيف يعني؟ زول أصلا نازحين وقاعد في مكان أنا أسامي وكيف؟ شكرا جزيلا. هي في حاجة نقولها في إنه نحن نتكلم حسب بالمنطقة القانوني والشيء الموجود يعني الأرسال، نتكلم عن العدالة بالطريقة القانونية وإقامة العدالة بالطريقة القانونية بيخلينا نبعد وما دايرين نسيس العدالة وكده. السؤال بتاع إنه شكرا السؤال بتاع انه الجنجويد ده هم جو من وين وده علاجه بيكون سياسي، لكن برضو العلاج السياسي ده لابد انه يكون في ضغط من الشعب القام بالثوره، بمعنى انه يا اخي نحن الناس ديل عايزين نعرف هل هم فعلا سودانيين ولا ما سودانيين، نعرف ده بيكون في تحقيق. عشان كده من الاشياء الاساسيه قلنا انه يوم اتراك انه يجب أن يكون هناك لجنة للتحقيق، لجنة قانونية من أصلا من محامين وقضاء قدامى وقضاء قدامى هم اللي يعملوا التحقيقات. من ضمن التحقيقات برضو مسألة بتاعت يعني المستوطنين الجدد، هل هم فعلا أجانب ولا سودانيين جو من مناطق أخرى استوطنوا هنا؟ ده الممكن
إذا كان فعلا طلع بأنه حسب التحقيق القضائي أثبتت أنه الناس ديل ما سكنوا في هذا المكان مثلا بطريقة غير شرعية، هنا بتستخدم طوارئ القانون في أنك تنزحهم من المكان ده ويمشوا المكان. إذا كان جم من منطقة أخرى يمشوا في منطقة أخرى الجم منه، أو الدولة تبحث لهم أماكن أخرى يعيشوا فيه طالما هم سودانيين، يعني كسودانيين عندهم الحق إنه يعيشوا في أي بقعة في 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 أرض السودانية، لكن الجو سكن فيه بالقوة ده ينزع منه. ده منها فيما يخص بال إذا كانوا أجانب، هنا كمان أنت الدولة برضو تستخدم القانون الهجري الهجرات، وهو ده قانون برضو دولي، ترجعهم في أماكنهم أو تديهم جنسيات بحسب اللوائح بتاعتك أنت بتاعت الدولة الموجودة ده، تستخدمه إنه يا تديهم جنسيات بحسب الدستور بتاعك، أو تعمل طريقة إنه ترجعهم البلاد الجم إنه يعني إذا ما استوفوا الشروط وكذا. لكن الشاهد في الأمر إنه بعد التحقيق وثبت إنه هم قاعدوا بالقوة ينزع منهم هذا المكان، يعني دل الحاج، لكن مش بطوال نجي نقول لهم لا. أي سؤال تاني الحاج؟ الموضوع ده مهم جدا. جيل الناس دي ما هم قدام الجنسيات وما جو طريقة الهجرة، لكن جابوا الحكومة بالطريقة الهربة وقعدوا شال حتى الجناين حقت الناس، قالوهم كله شالهم بقوة السلاح وقوم معهم بحاميم، لكن المواطنين الأصليين الآخرين ما عندهم يدهم سلاح إلا المواطن المسلح، والمواطن المسلح تبع محلتهم معينة تبع. أي مرة ثانية نقول إنه هو الناس الجو بسلاحهم وآخر ما نقول دائما، يعني باللازم نحاول بقدر الإمكان نبعد الشعور العاطفي، نمشي في القانون، لأنه الثورة دي قامت من أجل إنه يكون في استتباب أمن بالقانون، والعنف ده مستبعد. عشان كده في حاجة من ضمن الشعار المرفوع إنه السلمية دي ما بعرف، لكن أنا في قناعتي كلمة سلمية دي كلمة ساحرة جدا، ساحرة يعني خلاص ناس البشر ده عيونهم غشي عليهم، يعني ما قادرين يفهموا ما المقصود بالسلمية دي. فهنا نرجع ونقول لا، طالما أن إحنا ثورتنا دي سلمية بالضرورة إنه نحتكم للقانون، بالضرورة إنه نحتكم للقانون الموجود في الآن. فالناس عشان كده بيقول إنه مهمة يعني مؤسسة في البلد تقوم بعد الهنا، هي مؤسسة للتحقيقات، مؤسسة أو لجنة التحقيقات دي قانونية، دل هم بيجوا بيثبتوا الكلام اللي أنت قلت له هسا، لما يثبتوا إنه فعلا دل مثلا مجموعة ديل جو دخلوا بالضرب الناس والناس شردوا والجنائن بتاعهم ذاته قطوا وكلام شيء وسكنوا في هنا، لما يثبت ده وهو شيء يجب أن يثبت بالقانون، بعد ذلك القانون بيأخذ مجراه يشيلهم بيعطوا صورة ده شيء آخر حسب القانون. فما في شيء، لكن ما بنقدر نقول انه يا اخي والله القريه الف ده الناس الجدل ديل اصلوا اجانب وحكومه ادتهم جنسيات وادتهم اوراق ثبوتيه معروفه في، يعني انا ما بعرف مثلا في منطقه الجنينه في يعني اعداد كبيره جدا ادوهم جنسيات، لكن انت ما بتجي طوالي تقول يا اخي انت ادوك جنسيه ده يلا بر
لازم يكون في تحقيق. انت الجنسية بتاعته ادوك كيف ومنو اللي اداك الجنسية دي السوداني؟ وبالتالي بعد التحقيق ده والطرق القانونية تمت ده الادو بعدك بيجي المحكمة يتعامل معك في هذا الإطار. طبعا مفهوم يعني ان الشعور العاطفي العام اسي شعور يعني انه دايرين العدالة دايرين اسي طوالي فدي والإجراءات القانونية والبداع ممكن تاخذ زمن فممكن تصيب الناس بالإحباط. فبرضو الناس تتحكم في عواطفها وتتحكم في توقعاتها يعني المانجمنت على الاكسبكتيشنز لازم الناس تكون معقولة فيه مش كده. وإلا هنقوم بعد شوية هنكون ناقمين على الحكومة الانتقالية الحكومة المدنية اللي احنا جبناها ذاتنا هنقوم طوال نقلب ضدها وبعد شوية يجوا ناس ثاني يقول والله احلى للبشير مش كده. فالحقيقة دي عشان ما تحصل انه الناس لازم الشعور العاطفي العام يتم ضبطه بحيث انه نعرف انه والله في اجراءات قانونية حتتم وفي قانون دولي ده قانون انساني دولي ده اللي حنتبعه على اساس انه ترجع المظالم للناس وكده مش كده. عندك سؤال فضل. السلام عليكم. عندي سؤال طبعا المشاكل اللي حصلت في الدارفور فعلا فيها جنجويد لكن الجنجويد في قبائل جاء من خارج البلد لكن فيها قبائل أصلية من داخل البلد عملوا تكوين قاموا دمروا البلد. هل القانون العجانب والمواطنين اللي هنا قاموا بتكوين نفس السواء؟ هو السؤال انه السؤال في انه في اجانب وفي سودانيين مشتركين في تكوين الجنجويد او منظومه الجنجويد. فسؤاله انه هل القانون بحاكم الاثنين ده نفس المحاكمات ولا لا؟ قبل ده داير نرجع اجين نقول انه مساله الاجراءات ومساله بتاعت يعني التحقيقات وزي ما قال دكتور انه حقيقه بياخذ وقت والناس لابد انه يصبر عليهم عشان ما نطلع حاجه مجيده. تمام اديكم مثال انا حقيقه هسه في ناس اهلكم في خارج البلد خارج السودان في منهم المحامين في منهم القضاء وفي منهم بتاع حقوق الانسان بيجوا بيسجلوا الاشياء اللي حصلت من ضمن حاجه واحده من الاجاد اللي بيسجلوا فيها بيحققوا فيها باثباتها عشان يكون مثبته هي المال المسروق. فهيعرفوا مثلا انه بشير شال كم نهب كم من مال الدوله ووداه وين وقعده وين وكذا. ده طبعا الاباس عشان ما يخلصوا من الحاجات ده بياخذ وقت بالرغم انه هم في كثير بعرف انهم مجموعه فاتت بدري يعني لهم سنتين وحاجه بيعملوا لكن لسه للان ما حصروا كل شيء. كويس ده من ناحيه. في مجموعات اخرى مثلا يعني بيعملوا حصر للناس اللي اتعذبوا في السجون بتاع البشير هنا ويتعوضوا والناس مثلا ماتوا في السجون والاغتصابات اللي حصلت برضو في مجموعات بيعمل في الحصر بتاعته. يعني من الحاجات الصعبة طبعا هسه انك تحصر ال جرائم الاغتصاب لانه المرأة ذاتها خجولة ما دايرت ما كلهم يعني بيجي بيقدم ويقول انا حصل لي كذا وكذا ما كله لكن بنعرف انه اعداد كبيرة جدا حقيقة مش في المرأة وبس للأسف الشديد انا حصل للرجال برضه. كويس وده اصعب يعني ما في راجل هسه الا بقليلين وبتاع انا اللي بيقدر يتشجع يقول انا عشان كده بدنا نقول يا اخي الكريم والشباب كلكم انه المساله دايره وقت طالما احنا دايرين نعملها بالقانون ده دايره وقت
إذا عملنا بغير القانون إنه المسألة تجود زيادة وقد يكون يجي النظام أسوأ من الفعل. كويس. ده حاجة الدار نقوله في الحتة دي. طيب فيما يخص بالمنظومة بتاعت الجنجويد إنه في ناس أجانب وفي ناس سودانيين خاشين في نفس المنظومة. أنا شخصيا من ناحية القانونية ما أقدر أفتيك فيه يعني لأنه ما قانوني أنا. لكن البقصد لك من ناحية عامة أو بإجابة بتاعتي من الناحية العامة فيما يخص من موضوع العدالة إنه عايزة أول حاجة هم مبدأ الأساسي هو مسألة التحقيق. فإذا ثبت إنه في ناس أجانب من ضمن المنظومة بتاعت الجنجويد ده طبعا التعامل معهم بيكون بشكل مختلف تماما عن أعضاء الجنجويد اللي هم سودانيين. ده بيختلف تماما التعامل معهم بيختلف لأنه فيما يخص بالسودانيين ده ما أنت هتحاكمهم هنا في السودان. أما بالنسبة للأجانب هل تحاكمهم هنا ولا بعد المحاكمة ذاته هل يعني ترجعهم البلاد الجو منه ولا تخليهم موجودين في السودان؟ ده كل ده ما بنقدر نجاوب عليه ونحن هسه هنا. ولكن الشلنا نأكده في إنه الاثنين التعامل معهم قضائيا بيختلف يعني ما بيكون نفس التعامل الممكن يكون للسوداني ولغير السوداني. في طبعا في بعض الجرائم الدولية معروفة إنه أنت ارتكبت جريمة دي سواء كان في بلدك ولا في بلد آخر تحاكم بنفس في بعض القوانين الدولية إنك تحاكم بها وكده يعني. ده ما بنقدر نفصله فهو أي زول القضاء ولا محامين الناس الخبراء في هذا المجال هم اللي بيقدروا يجاوبوا علينا السؤال ده. شكرا. في الحادثة اللي كان حصلت قريبات دي في نيوزيلندا تمت محاكمة الجاني اللي هو أسترالي تم محاكمته في نيوزيلندا نفسها يعني. ففي في في بعض مرات بيتحليك القانون تعينك تحاكم في نفس والدولة الثانية تتعاون معاك يعني في إنه المجرم منا ده بيتحاكم في نفس حتة وزادها مش كده؟ أيوة. ده كلام سليم لكن برضو نشوف الوضع بتاع الأمريكان. الأمريكان حسب الدستور بتاعهم ما بيسمح إنه الأمريكا يحاكم في دولة تانية. وطبعا ده من موقف بتاع قوة هم أقوى الناس فما بتقدر تجبره ولا بتاع أنا. فهم يعني عندهم طريقتهم حسب دستورهم بيفتكروا إنه الأمريكا ده يحاكم في الوقت إنه هم ممكن يحاكموك أنت الما أمريكا ممكن يحاكموك في بلده. فدي داير هنا يعني أي ده نتكلم عن مسألة بتاع المحكمة الجنائية الدولية لما طلع قرار بتاع المحكمة الجنائية ضد عمر بشير في 2009 اللي من زمن ده لا سياسي تقريبا عنده 10 سنة لا سياسي دل دير عارف سو المواطرة والتغيير رجمة هو طبعا برضو وضع حساس كده مش حساس إنما وضع غامض كده شوي. المحكمة الجنائية هي حقيقة اختصاصه في إنه يحاكم أي إنسان في على الكون ده فيما يخص بجرائم ما يخص بانتهاك حقوق الإنسان. لكن المحكمة الجنائية الدولية ما عنده شرطة ولا عندها جيش عشان ما يمشي يقبضوا المجرم في أي بلد من الأرض. الدول الموقعة في الاتفاقية روما ستاتيوس ديل هم عندهم الباور اللي ممكن يقبضوا يعني زي حالة البشير ده يقبل البشير يودوا للمحكمة هناك هم بيحكموا. كويس. ده يعني ببساطة تاني لو جينا مثلا على الوضع في السودان الوضع في السودان انه
بسمهم البروسيكيوترز اللي هم الناس المدعي العام مثلا وناي ده هم اللي بيعملوا التحريات وبيقولوا انه فلان وفلان ده فيه تهم واضحه واحد اثنين ثلاثه. هنا ده بقى مسؤوليه المحكمه عشان يجيبوا المحكمه مسؤوليه الشرطه ان الشرطه يقبض الزول ده ويجيبوا يقدموا للمحاكمه المحكمه ما عنده شرطه عشان يمشي يقبض المجرم وكده ده مسؤوليه الشرطه. عشان كده في تقسيم الادوار ده ومعروفه والسلطات واضحه بحسب الدستور في اي بلد من البلاد. فده المشكله بتاعتنا نحن في السودان انه الجهات المفروض انه يقبض البشير او الناس المطلوبين للمحكمه الجنائيه عشان يودوهم روم متماثله ما قامت بدورها وكذا. فدي دي 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 المشكله الاساسيه يعني ما لم يمشي طوعيا زي ما عمل هنايدا أبو كردة وأهورو بتاع كينيا مشوا وأثبتوا إنه هم مثلا أبرياء أمام المحكمة بغض النظر إنه كله ديل كذابين لكن أثبتوا للمحكمة بأنه هم أبرياء. فقوم في تقديري إنه البشير عارف إنه هو ما حيطلع بريء عشان كده ما مشى. أذر رويس لو كان بعرف إنه هو بريء وكده ممكن يطلع كان مشى الجماعة ومرق وبيجي يتبجى علينا يعني كمان. في أي سؤال ثاني شباب؟ طيب يا شباب بما إنه يعني ما في سؤال ثاني نشكر جزيلا الأستاذ أ.أبكر أبو البشر على المحاضرة القيمة حول العدالة الانتقالية وإن شاء الله زي ما هو تفضل بإنه الناس أولا تضغط على الحكومة المدنية الجاية في إنه تنفذ المتطلبات بتاعة العدالة الانتقالية على أساس تحصل المصالحة المجتمعية ونقدر نمشي لقدام ونعيد بناء بلدنا كلنا سودانيين لا قبلية ولا عنصرية. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. حرية سلام وعدالة الوعي خيار الشعب. إن شاء الله نواصل برنامجنا بكرة في منصة الباحثين السودانيين. السلام عليكم ورحمة الله.